المجد للمغردات والمغردين صباحا وفي كل الأوقات. هذا ريتويت مونتي كارلو الدولية من باريس في حلقة نهاية الأسبوع، يحييكم ويصحبكم في جولته اليومية المعتادة في مثل هذا الوقت حول مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت مدة 7 دقائق. أشرقت الشمس على صفحة جوجل الرئيسية في فرنسا، وصاح الديك الفرنسي وتقافز ولعب برج إيفل كرة القدم، والهاشتاج يورو 2016 تعش والشوكولا كمان كرة قدم جميلة. أبو شنب تعملي لي إغراءات على الصبح للتا صباح الخير. لم يكن العم جوجل سيفوت بالطبع هذه المناسبة، فكانت الحركة والألوان والأعلام والكرات، وبمجرد الضغط عليه نصبح على صفحة تأخذنا إلى جدول التواريخ التي ستجرى فيها المباريات يوما بيوم، ساعة بساعة كمان. وفي الجدول خانات أخرى مخصصة للنتائج التي ستملأ الفراغات بحلول نهاية الكأس. أما البداية على شبكات التواصل فكانت عبر الهاشتاج الرسمي يورو 2016 وهاشتاج شو يورو 2016 الذي حصد أكثر من 200 ألف تغريدة، وهاشتاج ديفيد جيتا الذي تجاوز 30 ألف تغريدة. This one is for you. هذه أغنية اليورو 2016 لديفيد جيتا أداء زارا لارسون. ديفيد جيتا افتتح اليورو في شان دو مارس الذي ازدحم بالمحتفلين وتحول إلى ساحة رقص كبيرة تناغم فيها البشر مع الموسيقى ومع أضواء برج إيفل التي أضفت سحرا مختلفا على الأجواء. تنوعت التغريدات في مختلف الوسوم. ميشيل أرسل تحية حارة لكل رجال الأمن مقدرا الضغط والقلق الذي يشعرون به وتمنى لهم النجاح في مهمتهم خلال هذه المباريات. نحن نعتمد عليكم، ختم تغريدته. مغرد آخرون تذمروا لا بل شتموا النقابات التي لم توقف إضراباتها أمام حدث كبير كهذا، سواء في مسألة النفايات المتراكمة في الشارع أو في إضراب السكك الحديدية. ماتيو غرد قال نقابة السي جي تي التي حثت على انتخاب هولندا عام 2012 تعرقل اليورو 2016. لا قناعات لدى أصحاب العقول الضيقة، ختمت تغريدة. هاشتاج فانزون نقل تغريدات كثيرة للمنطقة المخصصة لمشاهدة المباريات في الهواء الطلق تحت أقدام برج إيفل، حيث غرد كثر عن الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات التفتيش الأمنية قبل الدخول إليها. المراهنات على المنتخب الرابح بدأت هي أيضا على شبكات التواصل، ويبقى أن نذكر أن تويتر خصص رموزا لليورو 2016، فبعد هذا الهاشتاج تظهر الكأس، وبعد هاشتاج يحمل أسماء البلدان المشاركة تظهر أعلامها. يبدو أن سوق البطاقات السوداء تجارة رائجة حتى في يورو 2016. فعلا في صحفي من فرانس أنفو لاحق الموضوع عبر تحقيق خاص في هذا الشأن، واتصل بأحد الذين يبيعون بطاقات اليورو 2016 بشكل غير شرعي على إنترنت، حيث تبين له أن سعر البطاقة الرسمي في الدرجة الثالثة لحضور المباريات تحول من 400 يورو إلى 800 يورو على إنترنت، وأن أمكنة لا تزال متوافرة في هذه الدرجة بشكل شرعي، لكن مجانين كرة القدم يدفعون ثم يفكرون على قبنوة. سوق بطاقات سوداء أيضا في جنازة الملاكم العالمي محمد علي كلاي في مسقط رأسه في ليوفيل في ولاية كنتاكي. نعم، كان الإنترنت نصيب في هذه الجنازة، إذ تم توزيع بطاقات مجانية نحو 15 ألف بطاقة لسكان المدينة لحضورها. كان هناك من انتظر طوال الليل ليتمكن من الحصول على بطاقة، وبطبيعة الحال نفذت البطاقات في وقت قياسي. زعران الإنترنت وتجار الموت كما سماه نوائل استغلوا الفرصة وبدأوا بعرضها للبيع في عدة مواقع إلكترونية، إلى أن هدد ناطق باسم عائلة كلي بملاحقة كل من تورط في بيع هذه البطاقات قانونيا، وبلغ سعر البطاقة 100 دولار. إلى مستخدمي تويتر الذين لم يغيروا بعد كلمات مرورهم، ندعوهم إلى القيام بذلك بعدما ضج خبر قرصنة 32 مليون حساب على المنصة ونشر كلمات سر المستخدمين على الانترنت المظلم. نعم، موقع ليكت سورس الذي يملك محرك بحث يتضمن المعلومات التي يتم تسريبها كان أول من أعلن الخبر يوم الخميس. تويتر نفى أن يكون الاختراق قد تم عبر خوادمه، وقال متحدث باسم الشركة أنهم يعملون على حماية الحسابات عبر التحقق من بياناتها ومقارنتها مع كلمات السر التي تم تسريبها. ليكت سورس نشرت البيانات المسربة على موقعها، لكن الوصول إليها ليس مجانيا. في المقابل
حذف المعلومات، معلومات المستخدمين مجاني، ومن جديد أصابع الاتهام توجه إلى كلمات السر الضعيفة التي يلجأ إليها المستخدم. خداع الإعلام عبارة ترددت كثيرا في اليومين الأخيرين ريتا بعدما سقطت بعض وسائل الإعلام البريطاني في فخ قصة مزيفة نسجها شبان بريطانيون عن رحلة سياحية من قبرص انتهت بهم عن طريق الخطأ في سوريا في هذه الظروف الصعبة. هي ليست القصة الأولى التي سقط الإعلام في فخها، وهذه المرة الراسب كان كل من صحف ميرور، ديلي ميل وتايم بعدما نشرت هذا الخبر اعتمادا على ما نشره شبان ثلاثة من صور على حساباتهم في فيسبوك وسناب شات تخبر مزاعمهم بالوصول إلى سوريا عن طريق الخطأ واستقبالهم في طرطوس من قبل جنود روس. علاء الحلبي في جريدة السفير رصد انجرار عدد من المواقع العربية وراء الكذبة وتصديقها ونشرها وإضافة البهارات عليها، إلى أن قامت صحيفة الاندبندنت بالتحقق من هذه المزاعم ليتبين لها أنه مجرد مقلب نسجه الشبان الثلاثة. رصد الحلبي منشورا لأحد الشبان على فيسبوك جاء فيه: حسنا، لقد خدعنا العالم، شكرا لجميع وسائل الإعلام التي وقعت ضحية هذه الخدعة، لقد كشفت هذه الحادثة كيف يتم نشر الأخبار من دون التأكد من صحتها. وذكر كاتب المقال أن الصحف البريطانية عدلت مقالها بعد اكتشاف الخدعة دون تقديم اعتذار، قائلا إن التصحيح لم يصل المواقع العربية بعد، لافتا إلى الخلل الكبير في آلية عمل الإعلام بصورة عامة، معتبرا في المقابل أن عددا من وسائل الإعلام العربية يفضل لعب دور الصدى لوسائل الإعلام الأجنبية. انتهى وقتنا. شكرا. قبل ذلك الشوكولا ممكن ريتا 2016 أنت بألف خير. ريتا this one for you for me. شكرا لك، يعطيكم العافية جميعا. ميرسي فانسون، إلى اللقاء. إلى اللقاء. طبعا الصينيين يعذرونا يعني، بس هيك موجبات الحلقة وديكورها وأكسسواراتها. شكرا. أنا مأجلها لبعد الانتصار. بعد الصيام. إلى اللقاء. ريتويت مع ريتا خوري.